وعقب محاولة اغتيال ترامب، أيد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في تدوينة على موقع إكس انتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في سباق الرئاسة المقرر في نوفمبر، كما طالب باستقالة قائد جهاز الخدمة السرية على خلفية الانفلات الأمني الذي رافق ظروف الحادثة. وكان ماسك قد تبرع بمبلغ كبير لحملة ترامب وفق بلومبرغ.